في فقرة مهمة جدا في الغربال عراقيل أمام البطل الحياة العراقيل في كلمة مهمة جدا للنائب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع في مجلس النواب انتوا عارفين انه الفترة الحالية مجلس النواب معني شوية بمناقشة بعض بنود او بعض مواد قانون الرياضة ففي مناقشات مهمة جدا الحقيقة كانت في كلمة فيها كتير من التفاصيل المهمة للأستاذ محمد الجرحي هقول لكم أبرز ما جه فيها قال بالحرف الأستاذ محمد الجرحي الأهلي بيواصل تشريف الرياضة المصرية عالميا بالتواجد في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي ويلعب باسم مصر بين السبعة الكبار لكنه لا يلقى دعما حقيقيا من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بل وده الكلام للنائب محمد الجرحي بل توضع أمامه عراقيل كثيرة على الرغم من كل التطور الذي يسعى إليه ويحققه بالعمل الدؤوب قال كمان الجرحي لا يدرك البعض أن ميزانية كرة القدم وحدها في النادي تتخطى 850 مليون جنيه سنويا إضافة إلى 400 مليون جنيه تقريبا للنشاط الرياضي ومدخلات الاهل اقل من مصروفاته ولذلك يسعى دائما للتوسع بمقرات جديده وتنميه موارده بتاسيس شركات لمو... لمواصله المسيره التي تنعكس بالايجاب على الرياضه المصريه قال كمان النائب محمد الجرحي اظهر الاثر التشريعي لقانون الرياضه عيوبا في مقدمتها ازمه مركز التسويه والتحكيم الرياضي والاعفاءات الضريبيه وتاثر الانديه الشعبيه ولذلك لابد من تعديلات عاجلة وجوهرية خصوصا في مواد الاستثمار لتصحيح مسار الرياضة المصرية وتحويلها إلى صناعة حقيقية تضع المنظومة الرياضية على طريق النجاح قال كمان هذا إلى جانب طريقة ادارة الاتحادات الرياضية للملفات المختلفة على رأسها الابطال الرياضيين في مختلف اللعبات والذين يشكون اهمال اتحاداتهم ووضعهم العراقيل امام مسيرتهم الرياضية وأصبحت الاتحادات تهتم فقط بتحصيل الأموال سواء من عقود اللاعبين أو البث الفضائي دون دعم اللاعبين الذين هم رأس مال الاتحادات والمنتخبات الرياضية. قال كانت تلك هي أبرز النقاط التي حرصنا على طرحها داخل مجلس النواب خلال هذه الجلسة لنظر مواد تعديل قانون الرياضة شارك ايضا النائب المهندس اشرف رشاد زعيم الاغلبيه والدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب في حضور الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي ممثلا عن النادي في حضور هذه المناقشات. ده كلام نخش بقى في ايه؟ في الكلام المهم في الاستراتيجي. أي. يعني في رسم السياسات لا يمكن ان ترسم سياسه إلا من خلال قانون يدعمها. م. يعني أنت دايما بترتكز على اللوائح والقوانين عشان ترسم سياسات يمكن تطبيقها. فهو لما ضرب بالنادي الأهلي مثلا مش رايح يعني يعمل مواد تخص النادي الأهلي، إنما بيقول لهم يعني النادي الأهلي وهو الذي ينظر إليه وكأن لديه من الموارد عشر مئات الملايين إلا إن أعباؤه وراح معددها بتلتهم أكثر من الموارد المتاحه. فاللي بيحاول يعوضها بايه بقى؟ بخطط اقتصاديه جانبيه زي المقر وزي الشركات وزي يعني الافكار الجديده اللي بيروج ليها. هو بيدي المثل ده ليه؟ عشان بيجي يقول لك بقى هل قانون الرياضه بيشجع الاستثمار في الرياضه؟ هل قانون الرياضه بيشجع حل مشاكل قانونيه وعلاقات المؤسسات بالمؤسسات والأفراد بالمؤسسات والأفراد بالأفراد هل بيعزز من دور وزارة الشباب أنها تقوم بدور في دعم النشاط الرياضي ود أمثلة حتى بالبطولات الفردية ما عندناش يعني منهجية فيه, فيه منهجية لا تكفي لرعاية الأبطال وقال فعلا هو مسنوقه مهمة جداً إني اصبحت الانديه بتعتمد في ميزانيتها على فلوس الانديه تاخد منك مقابل القيد ونسب من عود اللاعبين وهو بتاخد كتير مبالغ ضخمه ولكن لما حد من ابناء اللعبه يقع في يعني في في لعيبه بتتعور ما تقدرش تعالج نفسها مم. في لعيبه بتبطل مش قادره ترعى اسرها في اه في م... في كيانات بمبادرات شخصيه استاذ ابراهيم آه. بتحاول تعالج هذه الامور لكن من المهم ان يوضع تشريع يعنى بهذه الامور، يعني هو الحقيقه جمع واتكلم على طب ما في ما مو... م... م... يعني دعم الاستثمار في مشروعات بعينها يمكن اعفائها من ال... من الضرائب او الجمارك عشان م. تجيب استثمارات بدل ما نستورد ما احنا ممكن نصنع هنا زي ما فكره ان صنعنا كرة كاس العالم ساهمنا في احدى الكرات يعني خدوا حصه من من مصر هنا من مصنع مصري في كاس العالم عايزين نعزز هذا الامر وحسنا اشار النائب الشاب الواعد محمد الجرحي وربنا يوفقه هو وزمايله والنائب محمود حسين برضه وهو رئيس لجنه الشباب والرياضه نتمنى الاهتمام الحقيقي بمشاكل الرياضه والرياضيين الحقيقه النقطه اللي يمكن النائب محمد الجرح يتكلم فيها الخاصه بالحفاظ على سلطه الجمعيات العموميه دي نقطه في منتهى الاهميه لانها تتصادم مع رغبات غير معلنه في تعديلات يرغب البعض في الزج بها في قانون الرياضه الجديد السطو على سلطه الجمعيات العموميه الجرح الحياه في كلمته اللي انا استمعت اليها قال لهم ان القانون استهدف بالاساس تعظيم دور الجمعيات العموميه ودي الحق لكل هيئه سواء نادي او اتحاد او اللجنه الاولمبيه الحق في وضع لائحه النظام الاساسي الخاصه بيها كل الهيئات دي اللي تمكنت من عقد جمعيات عموميه مكتمله وفقا للشروط تمكنت من وضع لوائح النظام الاساسي الخاصه بها، ومن ثم ده القانون اللي عظم هذا الدور للجمعيات العموميه التعديلات المستهدفه البعض بيحاول يغل فيها ايد الجمعيات العموميه ويسطو على سلطات للجمعيات العموميه ويسلبها هذا الحق في بعض النقاط ده اللي حذر منه عضو مجلس اداره النادي الاهلي ونائب البرلمان محمد الجارح النقطة المدفونة اللي محدش يتكلم عنها لغاية دلوقتي لكنها ربما يتم دسها في الأوراق خاصة بالتمن سنوات كل ما الناس عايزة تعمل حاجة تستهدف بيها النادي الأهلي تروح زقة في الوسط لايحة أو بند التمن سنين زي ما حصل مع مجلس الكابتن حسن حمدي ووقت ما قضي الأمر وتم تحقيق المراد رجعت اتشالت هذه المادة من اللوايح بعد كده الآن هناك رغبة بقول لكم رغبة مدفونة لوضع بند الثمان سنين في صحيح القانون وهي الغريبة جدا أنه الأمر تارك الحق للجمعيات العمومية أن تشرع ما تراه في اتحادات فيها يعني الاتحاد المصري لكرة القدم اللي حيتوا فيها كده واللي يحيطوا دي معتمدة من الفيفا في اتحادات تانية شالتها زي اتحاد تنس الطاولة من اسبوعين عمل مجلس جمعية عمومية الجمعية بالإجماع شالت بند الثمان سنين من لائحته وهكذا في اتحادات أبقت عليها وفي اتحادات سايباها واتحادات عاملاها على مستوى الرئيس بس واتحادات عاملاها على بقية الأعضاء وهكذا لكنها في الأصل تركها المشرع بالنسبة للقانون كجزء من سلطة الجمعية العمومية هل الاتحادات الدولية ما احنا عشان نعرف هو ده حق يراه ببطل ولا لصالح الالعاب هل الاتحادات الدوليه في فيها مثل هذا البند اتحادات فيها على مستوى الرئيس واتحادات لا فين دي في اتحادات فيها انا بشوف اتحاد كره اليد واتحاد كره القدم اللي هي قدام عينينا اه وربما اتحاد الكره الطائره ما بنشوفش الحاجات دي ما بنشوفش يا استاذ ابراهيم الكلام ده م على كل ده من صحيح سلطه الجمعيه العموميه دي جمعيه عموميه للنادي او للاتحاد القانون حافظ على هذا الحق هل فعلا التعديلات اللي بيصفها البعض انه فيها بعض الرغبات الخبيثه هتقدر تمد ايدها لهذا الماده وانا بقول لكم هذه الماده ان وضعت صدقوني لن تستهدف الا مجلس اداره النادي الاهلي هتتشال تاني وبعديها هتتشال زي ما حصل لكن ليه؟ ليه؟ مش متفقين على انه الجمعيه العموميه صاحبه الحق الاصيل فليكن الجمعية العمومية للنادي الأهلي لو مش عاجبها مجلس الإدارة تجتمع وتشيله. ده الحق اللي ادهوله القانون. إنما أنت هتفرض عليها حاجة لهدف في نفس يعقوب أعتقد يعقوب مش فير كده أبدا. أستاذ إبراهيم حاجة غريبة جدا في في, في نظرتنا إلى الرياضة. م. إحنا مش جادين. أستاذ إبراهيم شوف شوف مثلا بند زي الإيه كل سنة نناقش عدد المحترفين اللي جا... كل سنة مم. تلاتة فوق وتلاتة تحت أه؟ لا تلاتة فوق بس طب نخليهم أربعة طب نخليهم خمسة طب ما نخليهم خمسة بس فيهم ناشئ طب نخلي مش عارف إيه اتنين إيه كل سنة إزاي الناس تبني سياسات إزاي الناس تعمل تعقيدات مستقرة ولذلك حالة الفوضى في العقود مع اللعيبة الأجانب مش مسبوقة يمكن على مستوى العالم مفيش اتحاد طول النهار يا بيشتكي يا بيشكى منه مم. غرامات على الأندية بقت هتقضي على الأندية الشعبية الغرامات هتقضي على الأندية الشعبية لأنهم ماشيين برضو ارتجالي ما هو طول النهار عندك كل يوم والتاني لايحة تبقى أنت متعاقد تفاجأ إنك لازم تسيب ناس وبعد ما تسيبها يقول لك طب ما ترجع تجيب ترجع تشتري ناس ده مثل النهارده 8 سنين شيل الـ8 سنين حط التمن سنين شيل التمن سنين طب خليها على الرئيس طب خليها على الوكيل طب خليها على المراكز يعني ممكن تصعد ها؟ حسب ما انت عايز ايه وهنا يطل الغرض المرض آه، ما تسيب الدنيا مرة تستقر بشكل طبيعي دون أن يكون في ارتياب من وراء القرار أه. انت بتتكلم على قانون هل من ال... يعني من اللائق لدولة بعراقة مصر في الرياضة إن قانون الرياضة كل سنة والثانية يكون محل بحث وتعديل م. يعني خلينا في الحاجات يعني لما تيجي انت دلوقتي تقول ان اللجنه الاولمبيه مسؤوله عن التحكيم الرياضي والقضايا الرياضيه تجد مقاومه اه من حق وزاره العدل انها تحكم الشكل بتاع ادائها من حقه واخد بالك لكن يظل هذا الحق عند اللجنه الاولمبيه اللي عايز يشتكي يروح لجنه لجنه التحكيم التابعه للجنه الاولمبيه هي بالمناسبه يا جماعه مش مجلس اداره اللجنه الاولمبيه ما بتقدرش تؤثر على القرار لكن إنك بدل ما كل حاجه تطلع تسافر بيها بره او تسيبها داخل اطار ضيق على الاتحادات بس ومنها للاتحادات الدوليه بتحط لجنه في بلدك تغربل المشاكل ف أه أه. حتى دي يا باشمهندس تم الترويج ليها غلط الحكم اللي صدر يا جماعه من المحكمه الدستوريه بيتكلم على الشكل لا كمان مش مش الشكل هو اتكلم على الماده الماده 69 الخاصه بال لائحه النظام الخاصه بمركز التسويه والمنازعات فض المنازعات هو كان مين اللي حط اللائحه اللائحه التنظيميه لمركز التسويه اولا هو عظم دور مركز التسويه بل اداله الحق القانوني يعني الحكم اللي طلع من الدستوريه العليا اعتبر انه مركز التسويه بس اعترف بيها اه واجازها اه لكن قال له عدل الـ الـ الماده الخاصه بلايحه النظام بتاعتك اما انك انت هتتحول الى هيئه محكمه مكتمله ما ينفعش حد يطلع لك لايحتك الا جهه خاصه بالتشريع وفقا لاحكام الدستور ممكن اللي هو مين بقى بعد اذنك اللي هو مجلس النواب الحكومه تقدم لمجلس النواب مشروع لائحه النظام الخاصه بمركز التسويه عشان انت ايه آه. قلت لي لا مش الشكل هو ده شكل آه. دي ناحيه شكليه مش موضوعيه يعني هو قال ليس من اختصاصه طب آه صحيح أه. صحيح النصوص ما صحيح النصوص بتتكلم انت من جهه تشريعيه جهة, جهه ما هو ده شكل انت ما رحتش للجهه التشريعيه هذا شكل الاجراء انت الجهه التشريعيه ده مش مضمون المضمون من حق اللجنه الاولمبيه او مش من حقها او اختصاصها ايه هما لم يناقش هذا هو يناقش انت خدت الاختصاص ده بناء ازاي لم تلجا الى الاطر القانونيه اللي بيكفلها القانون وبي... مش بيكفلها بينص عليها القانون دي حاجه آه. الحاجه التانيه المواد اللي انت هتحطها في اللايحه دي لازم أن يطلع بيها موافقه من لجنه التشريع ايه المواد اللي انت هتحطها في لائحه النظام الاساسي؟ كان اللي بيحط اللائحه ديت يا الشؤون القانونيه في الوزاره اللي هي ممثله الحكومه يا اما الشؤون القانونيه في اللجنه الاولمبيه اللي هي الهد او راس الحكم بالنسبه لمركز التسويه، مركز التسويه المحكمه الدستوريه قالت لك لا اللائحه دي تحطها لك جهه التشريع المنوط بها فقط التشريع وهي مجلس النواب بس تظل ايه؟ آه. تابعة للجنة الأولمبية في ال ولا لا بس أنا عايز أفهم دي التعديل ده هياخدها من اللجنة الأولمبية شوف الناحية هي تتبع اللجنة الأولمبية إداريا بس إداريا آه. مش قانونيا أيوة رقم اتنين مقرها يبقى في اللجنة الأولمبية رئيس مجلس إدارتها وهنا بتكلم على رئيس مجلس الإدارة بالصفة الإدارية مش الصفة القانونية رئيس اللجنة الأولمبية لكن النواحي القانونيه لو أنا عندي العقمه الاساسيه بتاعتها ابعتها لمين؟ للجنه مباشره ولا للجنه الاولمبيه وتحيلها الى المحكمه؟ ما هي اللجنه فيها 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 هيكل عمل وظيفي يعني فيها اذا فيها, فيها اداره انا ببعت لجنه الاولمبيه تحيل الى مين اللي هيبت في المح... هيئه التحكيم دي الخاضعة لوزاره العدل فنيا ايوه بس النصوص الحقيقيه ليها كلايحه نظام يصدر بيها قانون من مجلس التشريع